الوكالة العقارية الصناعية شارككم في الاستثمار الصناعي. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على إكسبريس اف ام. اليوم 3 جوان 2024، اليوم تنطلق عملية البيع بالمزاد العلني اللي أعلنت عليه الوكالة العقارية الصناعية، واللي باش يمتد حتى لنهار الجمعة 14 جوان 2024. عملية البيع الكل باش يتم في المقر الاجتماعي للوكالة الكي ان بي 9 و13 نهشط مريم 1002 تونس انطلاقا من 9 متاع الصباح. المقاسم المطروحين للبيع متوزعين بمساحات مختلفة وينقسموا إلى أراضي بيضاء وأخرى بيضاء ومسيجة وأراضي بيضاء أو مركز حياتي. قبل ما نقدم لكم بقية المقاسم المطروحين للبيع بالمزاد العلني نهار 14 جوان 2024، خليني نذكركم اللي اليوم وتحديدا على الساعة 5 مساء هو آخر أجل لإرجاع كراسة شروط بالنسبة للمقاسم المعروضة للبيع بالمزاد العلني نهار 13 جوان 2024. وعلى الراغبين في المشاركة في المزاد العلني سحب كراسة شروط المعدة للغرض بداية من نهار 29 ماي 2024، على أن يتم إرجاعه في أجل أقصاه 48 ساعة على الأقل من تاريخ المزايدة. توا خلينا نتعرف على المقاسم المعروضة للبيع بالمزاد العلني نهار 14 جوان 2024، ونبدأ بالمنطقة الصناعية حمام زريبة 4 وين باش يتم بيع 3 مقاسم بمساحات مختلفة. المقسم الأول عدد 17 ويمتد على مساحة 1260 متر مربع، والمقسم الثاني عدد 4 وتبلغ مساحته الجملية 1570 متر مربع، والمقسم الثالث عدد 62 تقدر مساحته ب 6075 متر مربع. والمقاسم الثلاثة هذا ما هما أراضي بيضاء، وتم تحديد سعر 120 دينار كسعر افتتاحي لبيع المتر المربع الواحد. نتعدوا للمنطقة الصناعية حمام زريبة 2 وين باش يتم في نفس النهار 14 جوان بيع المقسم عدد 8 مكرر، واللي تبلغ مساحته 3161 متر مربع، وباش يكون السعر الافتتاحي لبيع المتر المربع الواحد 120 دينار، والمقسم هو أرض بيضاء. نبقى في نفس التاريخ لكن في المنطقة الصناعية القيروان 2 وين باش يتم بيع 3 مقاسم بالمواد بالمزاد العلني بمساحات مختلفة. بالنسبة للمقسم الأول وهو عدد 41 مساحته تبلغ 5216 متر مربع، والمقسم الثاني عدد 42 ويمتد على 3937 متر مربع، أما المقسم الثالث فهو عدد 46 وتبلغ مساحته الجملية 4333 متر مربع، والمقاسم الثلاثة هذاما هما أراضي بيضاء ومسيجة، وبش يكون السعر الافتتاحي لبيع المتر المربع الواحد 110 دينار. نتعداو توا للمنطقة الصناعية بعرادة 1 وين باش يتم بيع المقسم عدد 28 تبلغ مساحته 1275 متر مربع، وباش يكون السعر الافتتاحي لبيع المتر المربع الواحد 40 دينار، والمقسم هو أرض بيضاء. نختمو بزوز مقاسم باش يتم طرحهم للبيع بالمزاد العلني نهار 14 جوان 2024، والمقاسم الزوز موجودين بالمنطقة الصناعية المهدية طريق بومرداس. المقسم الأول هو عدد 39 مساحته تمتد على 5514 متر مربع، أما المقسم الثاني فهو عدد 40 مساحته الجملية تبلغ 5704 متر مربع، والمقاسم الزوز هما أراضي بيضاء ومسيجة، وباش يكون السعر الافتتاحي لبيع المتر المربع على الواحد 55 دينار في كل مقسم. وباش يكون آخر أجل لإرجاع كراسة شروط بالنسبة للمقاسم المعروضين للبيع بالمزاد العلني بتاريخ 14 جوان 2024، آخر أجل باش يكون غدوة الأربعاء 12 جوان على الساعة 5 مساء. هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا. المزيد من الإرشادات يمكنكم الاتصال بالإدارة التجارية للوكالة على الأرقام التالية 71 124 260 أو 71 124 242، أو تتوجهوا للمقر الاجتماعي متاحة الكي ان بي 9 و13 نهشط مريمون بليزير 1002 تونس، وين باش يتم زادة عملية البيع على امتداد الأيام 11 12 13 و14 جوان 2024. إن شاء الله نهاركم زين. الوكالة العقارية الصناعية شارككم في الاستثمار الصناعي.